قبل ما نتكلم عن أهم الإنجازات اللي بتقوم بها طبعاً أكاديمية البحث العلمي، كل سنة بيكون في مؤشر للأكاديمية. مؤشر 2020 إيه اللي تم فيه؟ يعني يمكن البحث العلمي في مصر حقيقي بقاله فترة، في الفترة الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة كل سنة بيبقى أفضل حال من السنة اللي قبلها. وكانت البداية الدعم القوي من القيادة السياسية للبحث العلمي، واهتمام الرئيس شخصيا بالبحث العلمي وبالابتكار والمبتكرين. ولو نذكر يعني جميعا أن أول مبادرة أطلقها السيد رئيس الجمهورية بعد انتخابه كانت مبادرة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. البحث العلمي لما بيلاقي بيئة مشجعة وبيئة داعمة ومحفزة بيبقى الأداء أفضل. فإحنا يمكن اللي بيشتغلوا في البحث العلمي حاليا أو قيادات البحث العلمي حاليا عندهم ميزة نسبية، أن هناك دولة داعمة للبحث العلمي، هناك بيئة مشجعة للبحث العلمي، مجموعة من القوانين والتشريعات والحوافز لتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي. وبالتالي أكاديمية البحث العلمي كجزء من منظومة كبيرة، كجزء من الحكومة يعني، لها خطة تنفيذية مرتبطة تماما بأهداف رؤية مصر التنمية المستدامة 2030. الخطة التنفيذية للأكاديمية بتولي أهمية قصوى زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، هي دي عناصر الخطة: تعميق التصنيع المحلي، نقل وتوطين التكنولوجيا، دعم الابتكار والمبتكرين إلى آخره. إنجازاتنا إيه؟ عملنا إيه؟ شوف هقول لحضرتك، طبعا 2020 كان عام مميز، كان على كافة المستويات الحقيقة. حقيقة عام مميز يعني، وعندنا بعض الأنشطة الكبيرة اللي كانت بتبقى دايما موجودة في الأكاديمية توقفت خلال هذا العام، زي معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، زي البرنامج التلفزيوني القاهرة تبتكر، زي الأنشطة الخاصة اللي فيها جماهير يعني، دي توقفت بصورة أو بأخرى. ولكن المشروعات التطبيقية على أرض الواقع لم تتوقف. فمثلا عند ظهور جائحة كورونا والإعلان عنها كجائحة في مصر يعني، وده تقريبا كان من 10 شهور أو 11 شهر، الأكاديمية أطلقت برنامج تحت عنوان طبق فكرتك، الهدف منه معاونة مؤسسات الدولة في مجابهة جائحة كورونا. نتج عنه إيه؟ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تحالف للبتروكيماويات والصناعات الكيماوية أنتجت نوع من المطهرات والمعقمات للأسطح، للمستشفيات الجامعية، لغرف العناية إلى آخره، وأنتجت آلاف من الأطنان ساعدت في تعقيم وتطهير أكثر من 80 مؤسسة ما بين مستشفيات جامعية وجامعات ومراكز ومعاهد بحثية إلى آخره. وبالتالي إنتاج المواد المطهرة للأسطح يعني والحاجات دي بكميات كبيرة باستخدام يعني خبرات محلية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ده كان أحد مساهمات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجابهة جائحة كورونا. زاد الطلب على أجهزة التنافس الصناعي، فالأكاديمية دعمت البحوث والتطوير والتصنيع المحلي لجهاز تنافس صناعي يتم حاليا إنتاجه على نطاق تجاري بعد ما أخذ ترخيص يعني استثنائي من هيئة الدواء المصرية بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع وأحد المطورين الصناعيين اللي هي شركة تكنولوجيا مصرية. ده كان دعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. كمان الأكاديمية أعدت دراسة عن أولويات واستعدادات الدولة لمرحلة ما بعد كورونا، المفروض نعمل إيه في مجال البحث العلمي، يعني في تجارب مستفادة من جائحة كورونا. فكان أحد أهم توصيات هذه الدراسة ضرورة إنشاء مجموعة من المعامل المرجعية المتخصصة اللي هم بيسموها معامل الأمان الحيوي ذات المستوى الثالث، اللي تقدري فيها تجري بحوث على فيروس كورونا المستجد. دي موجودة على أرض الواقع ولا لسه احنا شغالين عليها؟ احنا كانت موجودة معامل عندها إمكانيات، احنا استثمرنا في تأهيلها وتطويرها عشان تبقى مطابقة للمعايير الدولية بدعم من الأكاديمية وبدعم من صندوق تحيا مصر. فبقى عندنا دلوقتي ثلاث معامل إن شاء الله على الطريق إنهم ياخدوا اعتماد دولي كمعامل مرجعية للأمان الحيوي. معمل في مستشفى جامعة عين شمس، معمل في المركز القومي للبحوث، ومعمل في جامعة الإسكندرية. لو نعتبر ان ده يعني نوع من الانجازات يعني اذا صح التعبير.
ال 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 الكورونا وجائحة كورونا والإغلاق والتعليم من المنزل وإلى آخره يتطلب تطوير آليات وتكنولوجيات تعليم متطورة. فالأكاديمية بالتعاون مع مكتبة اسكندرية أنشأت متحف تفاعلي للعلوم في مدينة طنطا. المتحف التفاعلي ده بيحول كل مقررات الدروس العلوم في مرحلة التعليم الإلزامي اللي هي الابتدائي والإعدادي، وبيحولها إلى تجارب تفاعلية شيقة تعتمد على التكنولوجيا للتعليم وتبسيط العلوم في نفس الوقت. ده متحف اتعمل في 2020 مثلا على سبيل المثال يعني الحصر. الدولة بتستثمر بقوة في مشروع الاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، والأراضي دي كلها أراضي صحراوية محتاجة تكنولوجيات مختلفة في الزراعة، مختلفة تماما عن الزراعة التقليدية اللي موجودة في الدلتا منذ آلاف السنين. الأكاديمية أطلقت مبادرة للزراعة الصحراوية والزراعة السكهية بيتم تطبيقها بالتعاون مع شركة الريف المصري اللي هي الشركة المسؤولة عن إدارة مشروع 1.5 مليون فدان في منطقة المغرة. المشروع ده بدأ بالفعل أو تم توقيع العقود من المشروعات الكبرى جدا اللي هتقدم الخدمات التكنولوجية والإرشاد الزراعي لصغار المزارعين في مناطق الاستصلاح الجديدة مثلا على سبيل المثال. يعني هي قائمة طويلة من المشروعات.